الناموس من أكثر الحشرات انتشارا حول الطيور والعنابر والمزارع وأماكن تربية الطيور عموما، ومشكلة الناموس إنه منغص وموتر للطيور وبيضايقهم دايما وبيخليهم في اضطراب دائم وعدم سكون وعدم راحة، والناس كلها بتشتكي منه، خصوصا جيرانك اللي جنبك أكيد هيشتكوا منه وهيقولوا لك تشوف حل. بصراحة انت لازم تشوف حل، مش بس عشان جيرانك، لا كمان عشان انت وطيورك تبقوا في امان اكتر. النهاردة هنتكلم عن ازاي نتخلص من الناموس نهائيا بطريقتين. لايك على الفيديو واشترك في القناة وشير الفيديو لكل اصحابك، واسألنا اي اسئلة عندك في التعليقات، عمرنا ما هنتأخر عليك ابدا، ويلا بينا على المهم. كل مربي الطيور كلها بانواعها زي ما بيهتموا بغذاء الطيور وصحتها، لازم كمان يهتموا بانهم يبعدوا الحشرات عن طيورهم، مش بس عشان المكان يبقى نظيف باستمرار ومفهوش اي حشرات من ذباب او ناموس او اي حشرات اخرى، ولكن عشان الناس اللي حوالينا كمان. الاول، المكان اللي تحت الدجاج لازم دايما يكون نظيف وجاف، وده هيقلل من وجود وجذب الحشرات لمكان التربية. والطريقتين اللي هنقدمهم النهاردة مش غاليين ومش مكلفين تماما، واسهل ما يمكن، هنلاقيهم في كل بيت الا من بعض المكونات اللي هنجيبها من برة، ودول طريقتين فعالين جدا بنسبة 100% لطرد الناموس والهموش، ومش هتلاقي بعد كده وجود لأي حشرة حوالين مزرعتك او بطاريتك او سطحك او عشتك، لان الحاجة دي بتترش على الحيطان ومش بتروح منها الريحة ابدا، ودي اللي بتخلي الناموس يحترق منها او يموت منها، يعني هي بتبيده تماما، مش بس بتطرده وبتقضي كمان عليه، بتقضي عليه تماما. وكمان في طريقة تانية، يعني احنا اتكلمنا عن الطريقة اللي بتترش على الحيطان، في طريقة تانية بتستخدم بالتبخير. التبخير يعني بنجيب فحم ونحط عليه الأعشاب اللي بتسعق أي ناموسة وبتبقى ريحتها في المكان لفترات، ومش بتخلي أي ناموس أو أي حشرات تقرب من المكان. الوصفة الأولى هي عبارة عن خل أبيض 85% تركيز، زائد زيت كافور 15 سنتي، زائد زيت ليمون 15 سنتي، زائد 20 جرام من الفانيليا. تضع المكونات مع بعض وتقلب جيدا، وتترش على الحوائط بتاعة المكان اللي فيه الطيور أو الفراخ. وممكن لو ما لقيتش زيت ليمون أو زيت كافور تستبدلهم بروزماري أو لافندر. ملحوظة مهمة جدا، لازم الحاجات دي تتجاب من بياع ثقة ومن مكان موثوق فيه. الوصفة التانية، نجيب 10 جرام من الزعتر، 10 جرام من الروزماري، و10 جرام من الكافور، و10 جرام من الريحان، و10 جرام من النعناع، و10 جرام من القرنفل، ونجيب شوية فحم حلوين كده مولعين ونحط فيهم الأعشاب دي. ده برضو حل هايل جدا لصعق الناموس. دول طريقتين مختلفتين نسبيا، اللي يعرف يعمل طريقة منهم هيلاقي نتيجة سريعة جدا وهيتخلص من الناموس بسرعة بإذن الله. ما تنساش بس لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح، وقول لنا في التعليقات رأيك في الفيديو، ومستني مننا فيديوهات جاية عن موضوع ايه، واحنا ان شاء الله هنلبي كل طلباتكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.